إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيان الله. ما زال بنا الكلام في سدد الحديث عن الشرك وخطورته في الشرائع والعقول والفطر السليمة، وقد سبق أن تكلمنا بنبذة وجيزة عن الشرك وخطورته من وجوه. أما اليوم فحديثي معكم يتمحور حول قاعدة مهمة جدا لا بد من البوح بها وكشف الستار عنها، ألا وهي تكفير أهل الأوثان في جميع الأزمان، وأن الشرك وما يترتب عليه من أحكام لا تختلف في جاهلية ولا إسلام. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر كان من أصحاب النار، وفي الدنيا من المشركين. والدليل على ذلك من وجوه: الأول، أن اسم الشرك والكفر يثبت قبل الرسالة وقبل قيام الحجة، لأننا وجدنا الشرع قد سمى العرب قبل البعثة والرسالة بالمشركين، ونسبهم إلى الشرك في جاهليتهم، وأطلق عليهم لفظ الكفر. ومن الأدلة الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن هذه الآية الأخيرة نزلت فيما كانت العرب تفعله عند الطواف بالبيت وعند التلبية، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. فكان من إيمان العرب أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض والجبال قالوا الله وهم مشركون، كما قال السلف الصالح كابن عباس ومجاهد وغيرهما. فمن إيمانهم أنهم يعترفون بالخالق، وأنه خالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم، وهم يعبدون غير الله،
أو يعبدون غيره مع الله، يشركون في عبادته مع إقرارهم بالخالقية والرازقية، وأن الله هو الخالق للكون المدبر المتصرف في الخلائق. ومن الأدلة الدالة على هذا الأصل قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أخبر سبحانه وتعالى بأن قتل الأولاد وهو وأد البنات أحياء خيفة الفقر أو العيلة أو خيفة السبي والعار زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فأطلق سبحانه وتعالى عليهم بأنهم مشركون في جاهليتهم. وهذه العادة، أعني وأد البنات، ما كانت منتشرة في قبائل العرب، وإن كانت نادرة في قريش، بل قد نقل أنه لم يكن فيهم، أن وأد البنات لم يكن في قبائل قريش، وإنما كان منتشرا في القبائل الأخرى. هذه الآية من الأدلة الدالة على أن أهل الأوثان مكفرون وأنهم مشركون في جاهليتهم فضلا بعد الإسلام والبعثة. ومن الأدلة الدالة على هذا الأصل قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أطلق سبحانه وتعالى على آباء المشركين بالإشراك الذين كانوا في الجاهلية وماتوا قبل الإسلام، ونسب إلى من قال ونسب ذلك الإشراك والاعتراف به إلى من قال به من المشركين، فإن كانوا قريشا فقد أقروا على آبائهم بالإشراك والكفر بالله، وإن كانوا غيرهم من سائر العرب فكذلك. وكيفما كان الأمر فقد أطلق لفظ الإشراك والكفر بالله على من لم تقم عليه الحجة الرسالية. ومن الأدلة الدالة على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فإن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون قد جعل شيئا من ذلك محرما أو صيره دينا يتدين به، وأخبر أن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في نسبتهم تلك الأحكام الشركية إلى الله سبحانه وتعالى. ومما لا ريب فيه ولا شك أن عمرو ابن لحي الخزاعي المخترع لذلك داخل فيهم، وكذلك من بعده من العرب المتبعين له في ذلك، أطلق على جميع من فعل ذلك من البدع الشركية من بحيرة أو سائبة أو وسيلة أو حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن قد استوى الناس، أعني المشركين من قبائل العرب، في جميع ذلك في التكفير والحكم بالكفر وإطلاق لفظ الإشراك عليهم، قد استوى الناس في ذلك، لا فرق بين قرشي أو ثقفي أو دوسي أو يثربي، فإذا ثبت الإشراك والكفر عليهم ترتب عليهم حكم ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد.
من الأدلة الدالة على ما سقناه من وجه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والاستدلال بهذه الآية قوي جدا على هذه القاعدة، فإن النسيء كان من أفعال الجاهلية، وأخبر سبحانه وتعالى كما سمعتم بأنه زيادة في الكفر، وأن الكفار يضلون به غيرهم من المشركين، فجمعت الآية للكفار المذكورين فيها بين أصل الكفر وزيادته، والزيادة لا تكون إلا على أصل وهو الكفر، وبين اختراع الأحكام ومخالفة الله سبحانه وتعالى في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وأخبر سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك كافر يضل به الذين كفروا. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وفي خاتمة الآية: والله لا يهدي القوم الكافرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن ذلك ليس قاصرا على المشرعين منهم فقط، بل يندرج في ذلك الحكم المنقادون لهم، وهم الذين يدينون بالنسيء ويعملون به في تحليل الأشهر وتحريمها. وهذا الحكم يشمل أولا من فعل النسيء إلى أن جاء الله بالإسلام. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم من أقوى الأدلة الدالة على أن أهل الأوثان سواء كانوا قبل الإسلام وبعده مشركون ضالون مضلون من أهل النار. ومن الأدلة الدالة على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وما يحكمون إلا الكفر والشرك. ساء ما يحكمون فيه إشارة إلى حكم من فعل ذلك وأنهم مسيئون. وبعدها: فذرهم وما يفترون. وبعدها: سيجزيهم بما كانوا يفترون. وبعدها: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. بعدها: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآيات كلها تدل وتنادي على كفر من أشرك بالله، سواء كان قبل الإسلام وقبل البعثة والرسالة أو بعدها. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أخبر سبحانه وتعالى من أساليب شركهم وافترائهم على الله في سورة يونس، فقال جل من قائل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فأخبر سبحانه وتعالى أن فعل ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بدون إذن من الله.
وقد صح أن لا إذن في الجاهلية، فلم يبق إلا الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وأشار سبحانه وتعالى في آية أخرى أن المفتري عليه ظالم مشرك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي المشركين الكافرين. وأخبر سبحانه وتعالى في آية أخرى أنه لا بد من مساءلة ومصاحبة ومحاسبة المفترين على الله سبحانه وتعالى، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهل كانوا يفترون إلا الشرك والبدع الجاهلية الكفرية على الله؟ كانوا يفعلون الفواحش ويقولون الله أمر بها، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وأشار سبحانه وتعالى في آية أخرى إلى عقوبة المفترين والمشركين، فقال جل من قائل: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وصرح سبحانه وتعالى إلى ما أشار إليه بقوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وأصرح من ذلك كله قوله تعالى: ويجعلون لما لا ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي متقدمون إلى النار مستعجلون إليها. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى في جاهلية أو إسلام شركا أكبر فهو من أصحاب النار إن مات على ذلك، وفي الحكم الدنيوي يحكم بالشرك والكفر بالله العظيم. وأصرح آية على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تأمل معي هذه الآية الجليلة، فيها تكفيران: تكفير قبل الإسلام وتكفير بعد الإسلام. أما الأول أعني التكفير قبل البعثة والرسالة، ففي قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. أما التكفير بعد البعثة فلعنة الله على الكافرين اليهود والنصارى، لأن المستفتح هم اليهود، والمستفتح عليهم والاستفتاحون الاستنصار، والمستفتح عليهم المكفرون بقوله تعالى: على الذين كفروا، هم أهل يثرب الأوس والخزرج قبل الإسلام. الأوس والخزرج وما ذاك؟ وما التكفير؟ ما مناط تكفير الأوس والخزرج؟ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، أي اليهود، ما عرفوا من الكتاب وصدق الرسالة وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا فلعنة الله على الكافرين. التكفير الثاني اليهود بعد البعثة والرسالة، أما التكفير الأول فلأهل الأوثان من أهل الجاهلية الأوس والخزرج. ومناط التكفير: وما ذاك إلا لكونهم من عباد الأوثان، من أهل الأوثان ومن أهل الجاهلية، وإلا لم يكن فيهم نبي يلزم الكفر به إن لم يؤمنوا به ولم يجيبوه. وهذه آية من أصرح وهذه الآية من أصرح الدلائل وأنصها على الحكم الذي ذكرناه. فهذه الآيات الكريمات فيها أن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم وسيجزي المفترين، وفيها الدليل الواضح على أن أهل الأوثان من الجاهلية مشركون، وأنهم كافرون، وأنهم مفترون على الله، ولا بد من المجازات يوم القيامة، ولا معنى للمجازات إلا العقوبة. ولذلك نص سبحانه وتعالى: متاع قليل ولهم عذاب أليم، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
سيجزيهم بما كانوا يفترون. وهذه الآيات على ما يظهر تنسحب على جميع العرب المشركين، لأن الآيات مكية والحجة لم تقم على العرب في مكة، وإن كانت قامت على بعضهم كقريش. وإذا صح أنهم كافرون ومشركون بنفس التنزيل قبل البعثة، فقد ظهر أنهم كافرون وحكم الكفار معلوم، الخلود في النار والمجازات بالنار أعاذنا الله منها. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا. اللهم انصر المجاهدين في الصومال وفي الشيشان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من أصقاع العالم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم ارفع عنا سيف التسلط والقهر عنا، اللهم ارفع سيف التسلط والقهر وابدله لنا سيف التمكين والقهر، سيف التمكين والعز والنصر. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم ووحد صفوفهم.